مشاهدينا الكرام، نرحب بكم على الأسبوع الثاني ونلتقي معكم من أم الجمال، هذه المدينة الجميلة اللي بدأناها في الأسبوع الأول الجزء الأول. والحقيقة لأنه هذه المدينة لها قيمة أثرية وتاريخية كبيرة، فكان لابد أن يكون هناك جزء ثاني لنكمل الحديث. الحمد لله أنت وعدتي أن احنا نكمل، وأنا سعيدة أن احنا مازلنا موجودين في أم الجمال. شوفي شافكي، مساء الخير مشاهدينا. أول شيء احنا بس بدي أحكي للمشاهدين بأنه كان من المخطط أن نأتي إلى هنا ونصور حلقة بالضبط، تمام، لكن اكتشفنا بأنه المكان والناس الطيبة الموجودة هون والمنتمين بدهم حلقات، وخسارة لأنه إحنا مش بنيجي هنا كل يوم يعني. فقررنا نعمل كفريق بيت للكل. صحيح. حلقة تانية كمان من منطقة أم الجمال، يعني هاي المنطقة اللي عمرها زاد عن 2250 سنة، فهي تستحق حلقات. وبالتالي اليوم إحنا متواجدين حتى نسمع من أهالي المنطقة. يعني شافكي رح يكون في عنا نماذج من الشباب اللي راح هم يوثقوا هذا المكان، وإحنا كبيت للكل جينا لهون جزء من التوثيق أيضاً لمنطقة أم الجمال. أكيد، وأكيد حيكون عندهم تجارب واهتمام، خصوصاً إن هم الشباب اللي عاش هنا وتربى هنا، أكيد هو أكتر يعني أكتر حد حابب بلده وعايز يديها ويطور فيها، وده اللي إحنا حريصين عليه اليوم من خلال حلقة بيت للكل.